بالقوة وبالفعل طويت قضية انفجار مخزن الأسلحة في منطقة خلت العلايق التي تبعد 200 متر عن المنازل في خراج بلدة طير حرفة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن القضية انتهت، فهي حلقة من حلقات الخروقات التي تسجل على القرار الدولي 1701. وهذه الحادثة تأتي في المرتبة السادسة لحوادث انفجار مخازن حزب الله للأسلحة العابرة للمناطق على امتداد مساحة الوطن من خربة سلم إلى طير فلساي والشهبية، مرورا بجرة الغاز في الضاحية الجنوبية، وصولا إلى انفجار قذيفة من مخلفات حرب تموز في قن للدجاج في طير حرفة حسب الرواية الرسمية. كل ذلك عدا عن القتلى والجرحى الذين سقطوا في انفجار مخزن ذخيرة للحزب في بلدة النبيشيت في البقاع. هذا الانفجار لا يمكن أن يكون ذخيرة للعدو الإسرائيلي لسببين. السبب الأول أن المنطقة والنقطة التي حصل فيها الانفجار لا يمكن أن تشكل هدف محرز للذخيرة العدو الإسرائيلي سواء عام 2006 أو ما قبل 2006. السبب الثاني هو أنه عند حصول الانفجار أسرع حزب الله إلى تطويق المنطقة ومنع دخول الجيش والأمم المتحدة قبل أن يزور أو يحور أو يتلاعب بالأرض التي حصل فيها الانفجار. هو السببين بأكدوا أنه الانفجار اللي حصل ما هو إلا ذخيرة لحزب الله خلافا للقرار 1701، وهيدي مش أول مرة، يعني عند الحزب الله هيدا مسلسل، لا يمكن لحزب الله التلاعب بعقول اللبنانيين إلى هذا الحد بعد اليوم. هو الانفجارات عم بتصير هي ذخيرة لإله، إنما ما بقى اللبنانيين يقبضوا كل اللي بيقولوا حزب الله من هالناحية. تتوالى الأحداث والتجاوزات القانونية والأمنية فيما تبقي الحكومة اللبنانية على نأيها بنفسها عن مهامها ومسؤولياتها. أنا لا ما كنت مستغرب صمت الحكومة اللبنانية، لأن الحكومة اللبنانية هيدي حكومة حزب الله، ولا يمكن للحكومة حكومة حزب الله أن تدين حزب الله، لأن هي صانعة هذه الحكومة وهي مشرفة عليها وهي بتنفذ كل التجاوزات بقلب لبنان وداخل لبنان وخارج لبنان بواسطة هذه الحكومة، لذلك لا يمكن لحزب الله إدانة نفسه بواسطة هذه الحكومة. هو تجاوز آخر للقرارات الدولية والسيادة اللبنانية، وبعده لا داعي للاستغراب إن هزأ شخص أو استخف بمطلب حزب الله البحث في الاستراتيجية الدفاعية.